القادمة، ويعني تشرفتنا النهارده بحضورك. اهلا وسهلا بيك ومشكر قوي كابتن كريم. الله يخليك. يعني مصطفى نوير وفريق الاعداد جاب لنا خبر مهم من النادي الاهلي. الاهلي لجنة الكورة بتفاضل ما بين ثلاث لاعبين في خط الدفاع: محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك اللي عقده هينتهي مع الزمالك السنة دي، وده من داخل لجنة الكورة في النادي الاهلي، احمد ديودار لاعب اتحاد الشرطة، ومحمود علاء لاعب حرس الحدود، ولكن محمود علاء فرصه اقل او اضعف شويه، ان هو نادي حرس الحدود طالب مبلغ كبير فيه. وفي كلام على خالد قمر لاعب اتحاد الشرطه واحمد حسن مكي، برضو في مفاضله ما بينهم في لجنه الكوره. بكره هتشرف بحضور حفله النادي الاهلي ان شاء الله، وطبعا حصول النادي الاهلي على اكثر نادي في العالم القابا، فبكره ان شاء الله احتمال ما نقدرش نطلع هوا من خلال برنامجنا كوره كل يوم من الحفله الساعه 7 وفي فندق بعيد كده شويه في طريق السويس، فهتشرف طبعا بحضور الحلقه، واحتمال نطلع لو لحقت اجي من الحفله، لكن طبعا لازم